لا تعامل بالدولار في الأسواق المحلية، إجراء جديد للسيطرة على سعر الصرف وتقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. فرض التعامل بالدينار العراقي نفذته مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إذ أكدت انتشار مفارزها في بغداد والمحافظات لمتابعة تطبيق القرار، مع أخذ تعهدات شخصية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بعدم التعامل بالدولار مطلقا. وهناك إجراءات رادعة، تم وضع تعهدات خطية الغاية من عدها أخذ التعهد الخطي لعدم التعامل بالدولار بدلا من الدينار. في حال هناك أي تلاعب من قبل أصحاب المراكز التجارية بالدولار بدلا من الدينار، سوف يتم عرض الموضوع أمام أنظار القضاء بغية إصدار القرارات القانونية بحق المخالف. من جانبهم يجد التجار أنفسهم في حرج من هذه الإجراءات، فهم يستوردون المواد ويبيعونها بالدولار، والتعامل بالدينار يربك حساباتهم، وخاصة مع عدم استقرار سعر الصرف. متخصصون طالبوا بإصدار حزمة إجراءات مرافقة للقرار، منها جعل التاجر العراقي يستورد المواد بالدينار بدلا من الدولار. اكو اجراءات مرافقه لهذا الموضوع، مو انت مو مجرد تقول له انا اريد من عندك تتعامل بالدينار وحاسبك وسجنك وانت هو يستورد بالدولار، لازم تحط اليه شلون يستورد بالدينار. اما انت تتقبل الدينار منه وتحول الدولار، تعامل دوله هذا. انا كتاجر المفروض اكو عندي نافذه اتعامل معاها داخل العراق، والمفروض الدوله هي اللي تفتح افاقها على الخارج، هاي كل العالم. إجراءات تبدي عزما وحزما بتحويل جميع التعاملات المحلية الحكومية منها والخاصة إلى الدينار، مع رهان الحكومة على الوقت لتكييف التجار مع السياسات الجديدة حتى استقرار أسعار الصرف ومقاربة الفروقات بين أسعار الصرف الرسمية ومثيلاتها في السوق الموازية. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.